تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم صباح اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع العالمي تحت شعار استشراف المستقبل. وبدأ حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة أرينا بمدينة جميرة بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم شاهد سموه والحضور فيلما عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع سلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي التي أصبحت واحدة من أهم مراكز المال والأعمال. كما عرض الفيلم أهم مراحل تطور المنتدى في دوراته السابقة. وأشاد سعادة بيل ماكديرموت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة SIB العالمية في الكلمة الرئيسية لافتتاح المنتدى بالأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والخطة الاستراتيجية لدبي 2021 والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، معربا عن سروره بوجوده في مدينة دبي التي تعمل على تعزيز الاستدامة. وعقب ذلك كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم الجهات التي ساهمت وشاركت في تنظيم ورعاية منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع والمتحدثين فيه. وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يرافقه سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بالكشف عن شعار جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع والموقع الإلكتروني للجائزة التي أطلقت في الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2015. وعلى هامش الملتقى استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم بحضور سعادة مطر الطاير وسعادة هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، سعادة بيل ماكديرموت الرئيس التنفيذي وعضو شركة إدارة شركة SIB العالمية. وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة دبي للتحول نحو المدينة وكيفية توظيف الحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأسلوب الأمثل للاستفادة منها في رفع كفاءة تقديم الخدمات للجمهور والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودوره في تسريع وتيرة التطور وتعزيز جهود التنمية. كما استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سعادة الدكتور رودريغر جروب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دوتشي بان. وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ودوتشي بان في مجال القطارات واستعراض التقنيات الحديثة في التنقل الذكي لتسهيل حركة تنقل السكان بوسائل المواصلات ودعم الابتكار في صناعة القطارات بما فيها المحطات.